كم هو ممتع أن تتحدث مع شخص تعرف أنه يكرهك ويتكلم أو يحكي عليك من ورائك ويغار منك ويحاول أن يشوه صورتك، ولكن أمامك يمدحك، يمدح خصالك، يشكر فيك ويجاملك. هل تعرف لماذا يعمل ذلك أو يفعل ذلك؟ لأنه لك هيبة وكاريزما لا تدعه يتكلم أو يحكي عليك بوجهك. دعهم يتكلموا ويحكوا من ورائك، لأنهم فعلا وراءك وليسوا أمامك في شيء. وتذكر أنه لا يشوه صورتك وسمعتك إلا الذي حاول أن يكون مثلك وفشل، أو أن نجاحك يزعجه ويحسسه بمدى ضآلة حجمه وصغره وقلة حيلته. فكر في هذا الكلام. تحياتي.